بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وليك الفرج. والأعزاء، من ناحية جصان طريق منفذ الرباطي الحدودي، ونحن الآن من مسجد وحسينية فاطمة الزهراء عليه السلام في ناحية جصان. ومثل ما جاي يشوفون الأخوة الوافدين من كربلاء المقدسة من الجمهورية الإسلامية، وهذا طريق العودة إن شاء الله، ويرجعون بالسلامة، والله يحفظ زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نعم إخواني الأعزاء، إن شاء الله تكون عندنا جولة هنا داخل الحسينية، وهم يقدمون الخدمات، أنواع الخدمات. طبعا الزائر يحتاج هنا لأكل وشرب، مكان استراحة، مسجد يصلي به. السلام عليكم. نعم إخواني الأعزاء، ما جاي يشوفونا أول المدخل المسجد. طبعا إحنا ذكرنا سابقا اللي يحب يساهم بهاي الحسينية المباركة تحتاج أيضا دعم، وشكر موصول للدكتور حافظ آخر تبرعاته بمولد كية، وأعتقد يعني مبلغ مالي لسقيفة أمام الحسينية. نعم إخواني الأعزاء. نعم. مولاي شلون نشوف أجواء زيارة الأربعين؟ والله إن شاء الله زيارة خير وبركة عنا على جصان. هو مواكب جصان ما قصرت سنة إن شاء الله، غير إن شاء الله أجرم على أبو عبد الله حسين، والسنة إن شاء الله يعني زيارة استثنائية، زخم كلش قوي، يعني صار 10 أيام خاصة نادي الحسينية غدا وعشاء وروق جاي يقدم. هذا إيراني إيراني زيارات زيارات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد البسين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. خدمت دوستان عزیز عزیز بزرگوارم عرض میکنم که خدمت رفتیم از 20 روز پیشتر از مهران رفتیم به کربلا، باز کربلا بالاخره برای زائر امام حسین خدمت کردیم، هم از نونبایی هم بس خیاطی هم از آشپزخانه خیاطی برای زائرین ابا عبدالله الحسین خدمت کردیم، و الان داره برمیگرده به مرز مهران که انشاءالله بریم ایران برای بیشتر تا سال آینده که بیاییم درای ظاهرین امام حسین خدمت کنیم. خدمت مواکب. خدمت ما بر موکب و بر موکب و موکبای دیگر رو بالاخره خدمت کردیم که انشاءالله بتوانه سالهای آینده توی این موکبا بیام اینجا غذا بخوریم، شما صحی و سالم باشید و به این موکب باشید که انشاءالله ما هم بیام خدمت شما و خدمت ظاهرین ابا عبدالله الحسین. چیزه مصدوم بسلام انشاءالله. ذکر امام حسین. نعم. زین بزم عزایم بوی حسین میاید، زین بزم عزایم بوی حسین میاید، این بو مگر از کوی حسین میآید، ای تعزیه داران به ادب بنشینید، اکنون به عزا جد حسین میآید، اکنون به عزا جد حسین میآید، به شاه تشن لبر دشت کربلا صلوات. شكرا جزيلا. نعم اخواني الاعزاء، احنا من حسينيه مسجد وحسينيه فاطمه الزهراء عليه السلام في ناحيه جصان، طريق منفذ الرباطي الحدودي، طريق منفذ مهران الحدودي، والاخوه الاعزاء يقدمون جميع الخدمات
لزائرين أبي عبد الله الحسين عليه السلام، جزاهم الله خير الجزاء، الله يحفظكم إن شاء الله. وي لوح عربي حبيبي، انا ايراني باللوح العربي. الله خير هيكم عن فاطمه الزهراء. انا ايراني من اصفهان باللسان عربي، اتشكر منكم الشعب العراقي شعب الكرام، شعب العراقي شعب الكرام، شعب الشرافة، اتشكر منكم جزاكم الله خير، واجلكم عن فاطمة الزهراء ان شاء الله. خادم الحسين ان شاء الله. كلهم الحمد لله، كلهم بركات ابي عبد الله، والحمد لله كل شيء موجود، كل شيء تمام. الحمد لله كلهم طيبين، يعني شعب العراقي شعب الكرامة، شعب الطيبين. الحمد لله والشكر. أنا مهدي حيدران من اصفهان، خدمتكم. من اصفهان، من اصفهان. اي نعم. نعم. نعم اخوان، مستمرين وياكم ان شاء الله. زيارة الأربعين وعودة الزائرين إلى منفذ الزرباطية الحدودي، الله يحفظهم ويتقبل أعمالهم. اخوان الأعزاء مثل ما جاي تشوفون أنواع من العوائل. نعم اخواننا، هذا احد الاخوه من الجمهوريه الاسلاميه، طبعا عنده هواي مساهمات، يقرا، عنده قصائد وعنده كلام. نعم. يا دلالي سوي كربلاء يا حسين، يا دلایا سوی کربلای حسین، به پا کنیم و درآیان غم سر ازای حسین، بیا رویم و ببینیم تا فتاد کجا، صدر زین به زمین قامت رضای حسین، صدر زین به زمین قامت رضای حسین، بلند بگو اگر تو شوق مرقدش داری، حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای، به شاه دشنه لب سرای کربلا صلوات. شكرا جزيلا لك، رحم الله والدك، اللهم صل على محمد. نعم اخواني الاعزاء والاخوه الاعزاء، جزاهم الله خير الجزاء، في مسجد وحسينيه علي بن موسى الرضا، وهم يستقبلون الزائرين بطريق العوده. مأجورين ان شاء الله، الله يبارك فيكم ويوفقكم ان شاء الله، رحم الله والديكم. شكرا جزيلا.
مثل ما تشوفون اخواني الاعزاء مسجد حسينيه تحليه مسجد حسين الفاطمه الزهراء عليه السلام في ناحيه جصان، وهي تقدم الخدمات في الجزائريه ابي عبد الله الحسين السلام في طريق العوده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرجعهم سالمين الى بلدهم. ومثل ما ذكرنا سابقا اخوان اللي يحب يشارك بهاي الحسينيه المباركه اللي تستقبل الاف وعشرات الالاف من الزائرين، وبالاضافه الى يعني سواق السيارات ايضا. تحتاج بعد ارضيه، تحتاج مخزن فوق السطيح. نعم اخواننا، وتحتاج بعد شوي على ما تكمل ان شاء الله. نعم اخواني الاعزاء، مستمرين وياكم ان شاء الله بالبث المباشر. اخواني الاعزاء، صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفناك، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. شكرا شكرا جزيلا، الله يحفظكم. نعم اخوان مثل ما تشوفون الله يحفظه. عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب جلل المصاب 400 يوم الحسين عليه السلام. نعم اخوان، نعم اخوان، مثل ما تشوفون توابع الزائرين الامام الحسين عليه السلام الى منفذ رباطها الحدودي عن طريق ناحيه جصان. منو ابو فاطمه؟ منو؟ نعم اخوان، نعم اخوان، اهالي جصان جزاهم الله خيرا مستنفرين لخدمه زوار الامام الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم اخوان، مستمرين وياكم بالبث المباشر. نعم اخواني الاعزاء، اهلا وسهلا ومرحبا بزوار ابي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه الاجواء الروحانيه الايمانيه، اجواء الخير، اجواء المحبه. وكما ذكرنا سابقا هذه الأيام لا تعد من أيام الدنيا، إنما هي من أيام الجنة. السلام عليكم، شلونكم؟ زينين إن شاء الله، الله يحفظكم. نعم أخواني الأعزاء، عربي 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 فارسي فارسي مادو
وين؟ هنا انا. وين؟ معدا. نعم شو؟ نعم اخوان، ان شاء الله مثل ما جاي يشوفون توافد الزوار، عشرات من الالاف ملايين من الزوار من منفذ الرباطي الحدودي في طريق العوده. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. نعم اخوان، من امام مسجد وحسينية فاطمة الزهراء عليه السلام في ناحية جصان. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. أنا ما أعرف حقيقة، يعني أكو مشكلة ظاهرة عندي بالفيس. نعم نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. زيك سير اوكي بوت اوكي بوت. نعم الاخ العزيز من الجمهوريه الاسلاميه، يعني ظاهر هو من يقرا، يعني شلون عندنا الرواديد. نعم تسمع بعد عندك مشاركه؟ برمشوم میرسم هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا، تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده، تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا، به شاه تشنه لب دشت کربلا صلوات. طبعا الى مشاركة اكثر من مرة الاخ العزيز من الرواديد الظاهر، يعني هو يقرأ بس احنا مع الاسف ما نعرف، يعني مع الاسف ما عندنا مترجم هنا يترجم لنا، ما ادري ماكو من السواق هنا. نعم اخوان مثل ما جاي يشوفون توافد الزوار من الجمهوريه الاسلاميه وغيرها الى منفذ رباطيه الحدودي من ليله 22 من صفر. السلام عليكم. السلام عليكم نعم اخواني، الظاهر يعني اصحاب المواكب مواكبهم هم جاي يرجعون، هاي المنشآت والسيارات وطريق جدا مزدحم. اخواني اللي يحب يساهم بحسينية فاطمة الزهراء تحتاج دعمكم. دام كل الدوم لجنك نضحى دموم والخاطريه
نعم اخوان، طبعا نلتقي باحد السواق من اخواننا العراقيين ويشرح لنا شويه الوضع بكربلاء. نعم والله بكربلاء ان شاء الله قائمين وخدمه الحسين، السيارات موجوده متوفره، واكيل ومنام، واحنا بخدمه زوار الحسين. المواكب من طريق من واسط المواكب كلها تخدم الوادي، متشلب بيك كله والله العظيم، ماكو كل قصور سفرة الحسين ممدودة من كربلاء لحد المهران، كلها موجودة تاكل وتشرب وتنام، كلهم شبعانين. اي كلهم شبعانين. وهاي ماكو ازدحام، سيارات متوفرة وكل شيء متوفر. لا ماكو، طلعوهم بالتريلات جابوهم للنجف، سيارات موجودة. انا هسه سوني جيت من قراج النجف. بس حج صبر. نعم اسمك ومنين حضرتك؟ انا ثامر بن هاري الشامية. جزاكم الله خير. اهلا وسهلا. نعم اخواني الاعزاء، مستمرين وياكم في تغطية زيارة الأربعين من ناحية جصان طريق منفذ الرباطي الحدودي. السلام عليكم، شلونكم؟ الحمد لله، شلونكم؟ نعم مثل ما جيت تشوفون اخواننا الحسينية فاطمة الزهراء تستقبل آلاف من الزائرين يوميا. وهي مفتوحة على مدار 24 ساعة يوميا، يوميا على مدار السنة. مثل ما تشوفون مسجد للنساء، مسجد للرجال، صحيات كذلك، والحسينية جاهزة، يعني ميوزة مال طعام، شغلة مرتبة. عندك كلمة بخصوص زيارة الأربعين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين الذين بذلوا مواجههم دون الحسين ورحمة الله وبركاته. والله أجواء الأربعين أجواء جيد جدا إن شاء الله، وهاي الزوار أجواء خير وبركة، ونرحب بهم وإحنا خدامهم، خدامهم وللإمام الحسين. دلي المرء على الصلاة، دلي المرء على الصلاة. وأنا الله شاهد، إحنا فرحانين الخدام حسينية فاطمة الزهراء نستقبل الزائرين من جميع الدول، ومستمرين ان شاء الله لبعد استشهاد لحد نهايه السفر ان شاء الله، تقديم 24 ساعه تقديم الخدمات، اكل شرب شربت مبيت، اي صلاه 24 ساعه مفتوحه الحسينيه، واحنا نستقبلهم بخدمه الزوار ان شاء الله. ابا عبد الله، ونسال من الله ليطلع العافيه لابو عبد الله، هو اللي يغطينا شو اسمه. نعم اخواني الاعزاء، مستمرين في البث المباشر من حسينية مسجد وحسينية فاطمة الزهراء عليها السلام. نعم يعني اخوان، من كثر الازدحام بالحسينية قوة جاي اتحرك، يعني اتحرك بصعوبة. وهذا المطبخ مثل ما جاي يشوفون اخوان، والعالم كلها جاي، اهل جاسان كلهم جاي يشتغلون بالطبق. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم اخواني الاعزاء، مثل ما جاي تشوفون اخواتنا من اهل جصان هم يخدمون زوار ابي عبد الله الحسين عليه السلام في طريق العوده الى منفذ رباطية الحدود. اهلا وسهلا ومرحبا بزوار الإمام الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، الله يحفظهم ويرجعهم سالمين.
وكل محبي اهل البيت اهلا بهم وسهلا. منفذ مهران الحدودي مرور الزباط الحدودي يخدمنا على متعدد الجنسيات، يعني باكستانيين ايرانيين من الهند من افغانستان. اهلا وسهلا بكم. ربنا الحسيني تعال عمي تعال بس هم الجماعة رايحين جايين بس تعالين شوية هنا اتعشوا ان شاء الله ورايحين ما ادري بس اسألهم قل لهم شلون اجواء الاربعينية زيارة الاربعين بصوت عالي بصوت عالي اغا فضاي بازديدي چطوره بود خیلی عالی بود خیلی ازشون ممنون هستیم که انشالله سالهای آینده باشن که در خدمت ظاهرین ابو عبدالله حسین باشن منین اهل الولد الرادو خانواده شما کجا؟ خانواده ما البته ما مکمه نوبایی داریم که جا الادفت پذیرایشن و انشالله گر که در ایرانی کجا شهر؟ شهرستان یزد مهریز یزد است شهرستان یزد جون فراده پیاده به کربلا کروانی هم نجف به کربلا انتظار برای نوبایی و برای ظاهرین خدمت نوبایی آمدی یا کاروانه؟ نه کاروانی نه یکی از مدیرهای کاروان ما است که به اشتراک جایوی ترینه وی های ترینه جان موکبم ای موکبم ولد من اصحاب المواقع ای شکرا جزیل رادود بله ممنون عزم ممنون شما رادود رادود حسینی ما در چیز شبا موکب داریم موکب داریم اعلام موکب علمه کوچه خیابون صدره کوچه بوبیان موکب علمه هم به گارج سید و شهده لب شد فراد کوچه چیز موکب علمه دی تمام خوبی سلامت باشی عزم شما که شما سعی و سالم باشید تو سالهای آینده برای ظاهرین خدمت کنید يعني نقول على خدمه عندهم موكب بايران اي موكبهم بايران موجود شلون قال على جوائز قال كلش زينه ويعني ماكو مثل خدمه ابو عبد الله اي قالهم ايضا كلش يعني خدمه وكرم نعم نعم اخوان مثل ما جاي يشوفون الاخوه الاعزاء من الجمهوريه الاسلاميه الله يحفظكم ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله نعم عربي الله عشرة عالي عالي بي عالي كلهم يشكرون من الأخوة الأعزاء من العراقيين والمواكب العراقية والخدمة تقدم لهم ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع اللهم صل على محمد وآل محمد نعم إخوان مستمرين بالبث المباشر من مسجد وحسينية فاطمة الزهراء عليه السلام في ناحية جصان من الليلة 22 صفر عربي من يمك سيلة من يمك سيلة راح اقول لك وانت قلها من يمك سيادتنا اغا قولها من يمك سيلة السلام عليكم سلام قل له احكي شلون شفت اجواء زيارة الاربعين في كربلاء؟ فضائي بازديد شتور بود بازديد موكي؟ موكي ميجي؟ فضائي بازديد شتور بود خيلي خوب بود مانجا
كلش خيلك وبوت الا يعني ما حاج كلام ها ممكن گرفتیم عالی بود آقا این چیز نمی میره صداشون خود میره نه مکبای عراق عراقی خیلی خوب بود عالی بود ما که هیچ بعدی از اینا ندیدیم خیلی خوب بود خوش برخورد بودن خیلی خوب بودن ما که پذیرایی هم خوب میکردن همه جا ما حداقل 50 تا رفتیم 50 60 تا ما رفتیم ما 777 بودیم 777 مکب بازن عمود 777 بودیم آره نه 777 که اونجا که ما رفتیم شب می رفتیم متوجه میشی پاشی آره شب می رفتیم خیلی خوب بود خیلی راضی بودیم خیلی قربونت ممنون جان خدا شما رو سلامتی بده هر چی از خدا خواستین از امام حسین خواستین بگیرید آره ان شاء الله آره دعا آره ان شاء الله خیر ببینین ان شاء الله که 100 سال عمر کنین هر چی از خدا خواستین به شما بدهد خیلی زحمت میکشین واقعا از کوچیک تا بزرگ از صغیر تا کبیر خیلی زحمت میکشم آره دست شما درد نکنه خیلی ممنون تشکر جان ممنونم جان تشکر ممنون شکرا ببخشید سوال اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم فضای بازی خیلی خوب بود از نظر معنوی اخلاقی همه جوری خیلی خوب بود چجوری بگم از نظر پذیرایی همه جوری خیلی خوب بود مردمان عراق به خصوص مردمان عراق خیلی به ما می رسیدن نمیدونی چیزی شک گذاری کنیم البته دوستانی که اینجا بودن ما همه خدمت عراقی ها به ما خیلی خوب بود ما در عمود 777 عراق بودیم در میون عراقی ها بودیم سیدی در میون عراقی ها بودیم از کوچیک و بزرگ از صغیر و کبیر خدمت دیدیم انقدر به ما خدمت کردن از پدر و مادرمون خدمت ندیدیم از همه شکر ما از ایران مازندران هستیم شهرستان بهشهر تمام مازندرانی ها توی این ماشین هستیم مخب هستیم از مازندران هستیم ساری، بابل، آمول، بهشهر، نکاح، همه جای مازندران یک موقع به تشکیل دادیم در خدمت مردم زائرین ایران و عراق بودیم دست شما فقط آرزوی سلامتی برای تمام عراقی ها میکنم طبعا هو يشكر المواكب ويقول الأخوة العراقيين يعني كلها تخدم صغيرهم وكبيرهم وشباب وشياب نعم عمو سلام عليكم من از ایران هستم و اینکه یه نکته که هست من از ایران هستم و اینکه مردم عراق در کل خیلی مهمون نوازن مهربون خیلی با ما خوب برخورد کردن خیلی هم به ما لطف داشتن همینجور که در کل مناطق در کل راه ها میبینید که حسینی ها و موکب ها برپا هستش کلن خدمات خیلی زیادی به ما دادن خدا بهشون خیر بده جزاک الله خیرا از اینجا که الان اینجا پذیرایی ازت بکنم اینجا چطور باید رفتم خیلی عالی آیا دوست داری که سالای رفتم داخل واقعا آیا دوست داری که سالای آینده که انشالله که اینجا راحت بشی بیایی که به ظاهرین برای شما خدمت کنن بله حتما چون جای فوق العاده عالی هستش شکرا حبیبی شکرا جزیلا طبعا الاخوه الاعزاء هنا ظاهر هم اصحاب موكب مو تمام عمو وتقريبا ما يقارب صار لهم شهر
شهر كامل هم بالعراق. نعم. عندهم ظهر فرن مخبز، مخبز ما اعرف كهربائي غازي ظهر داخل هاي السياره مثل ما جاي يشوفون حسب ما عرفنا يعني من الاخوه العزم. تمام مضبوط؟ نعم. فهم موكبهم يعني خاص بالخبز، وما ما عدد افرادهم ما اعرف ايش قد عدد افراد الموكب هذا، ايش قد منه مكسر لهم يوم عزام شاندي نفر در این موكبه، شاندي نفر در این موكب، شاندي مرد جان موكبه که ما داریم در خیابون صدره بسترا کوچه بوبیاد موكب المدی، حداقل حداقل که ما ظاهری را به ظاهری خدمت کردیم دوروبر هر شبی 1500 نفر ما غذا دادیم. كنا بنزور 500 نفر غزة 15 واحد 15 واحد سنويا يجوا هر سالي بزيرو ينجو بل هر سال ما برنامه داره تا ان شاء الله که خدا بخواد زنده باشیم توی خط بیام بریم که برای بزاهرین ابو عبد الله خدمت کنیم. خدا حافظ. ابو عبد الله جزيلا. طبعا يجون يقول سنويا نحن ويكون من 1-0 الى نهايه الزياره 20. نعم. نعم اخوان مثل ما جاي يشوفون الاخوه يتوافدون على مسجد الحسينيه فاطمه الزهراء في ناحيه جصان، وجزاهم الله خير جزاء اصحاب الموكب واصحاب الحسينيه واهالي جصان. واحنا اليوم نقلنا تقريبا ثلاث مواكب، موكب السيده خوله بنت الامام حسين عليه السلام ومن حسينيه علي بن موسى الرضا، وايضا البث الاخير من مسجد وحسينيه فاطمه الزهراء عليه السلام على طريق منفذ الزرباطي الحدودي طريق عوده الزائرين من الجمهوريه الاسلاميه. الله يحفظهم ويرجعهم سالمين ان شاء الله. اللهم صل على محمد وال محمد. ما جاي يشوفون هم وعوائلهم واطفالهم. نعم. عجيب. تكلم هاي. تكلم بس شو صوت؟ أنا أشوف عربي صوت منه. فارسي. يلا ذا كان ناجح. فارسي. فارسي فارسي نادري. فارسي بلدي. فارسي. نعم نعم. نعم. ماكبة ماكبة. نعم. نعم باسمه حسيني باسمه حسيني. نعم نعم. لا خد تطلع. عجيب بس. عجيب بس. الموكب أبو عبد الله. بس مباشر. أبو عبد الله. اسمه على السين احنا على السين لا جي يفهم دارب يفهم ما مش دارب هسه هسه يلا. نعم نعم عربي تمام دارب مالها جو عربي بلدي ايش كوي بخاي لا لا شو ما وقت خذو بلدي لا لا ما فارسي تبغى هاي شيء عربي ثاني بله ها باي كلام بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبدالله. تشکر میکنیم به هر حال از ملت عزیز عراق، تو این ایام واقعا پذیرایی خوبی کردن از زوار عزیز امام حسین که برای از کشور ایران و کشورهای همسایه وارد عراق شدن. انشالله خداوند به همه شما جزای خیر بده و این افتخار رو به هر حال ما قبطه میخوریم که به هر حال نتونستیم بیشتر از این خدمت کنیم به شما عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. نشکر شعب العراقی على های الخدمه، خدمت الزوار ابو عبد الله الحسین الذي بذلوا جهودهم وكرمهم الى خدمت زوار ابو عبد الله الحسین من كل المدن وكل الأبلاد من العالم، وإن شاء الله هاي الخدمة تكون دائمة. شلون شافوا المواكب المدنية؟ نجيت بارهال خدمتي كه عموماً تو عراق یک روز هم روز اربعین کلن بحث مواکب جمع میشه، اما مواکب مسیر خروجی مرد مخصوصا جستان بدره و زرباطیه تا یک هفته بعد اربعین هم مشغولن به خدمت رسانی به زوار. واقعا به این خدمت باید احسن گفت. كما تعلمون المواكب الحسینیه في يوم الاربعینیه في الكربلاء
المقدسة والنجف تعطل خدمتها، ولكن في طريق الزوار إلى الرجوع لبلادهم الحمد لله تخدم الزوار كما شفناهم كل جهودهم تبذلها الذي يرتاحون الزوار في هذه المواكب، والحمد لله رب العالمين. أبو عبد الله شكرا جزيلا، الله يحفظكم، شكرا جزيلا، الله يحفظكم. مخان الأعزاء، مستمرين لدقائق قليلة من البث المباشر. نعم، من حسينية فاطمة الزهراء، السلام عليكم. إخواننا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله من البث المباشر، ونستودعكم الله. إذا أكو موكب لاخ أنا ما أعرف حقيقة، البارحة جينا من الزيارة وإن شاء الله ما نسيناكم الدعاء، ما أعرف بعد إذا مواكب باقية ومفتحة إن شاء الله هم نمر عليها بث آخر. في أمان الله.